صباح الخير يا ست اليوزباشي. صباح الخير يا علي، ازيك؟ الحمد لله. انا كنت جيت بس سالت على الصخ شريف، قالوا لي ان هو مش موجود. ما انا قلت لك ان هو نزل مصر. هو انا هكدب عليك؟ لا العفو، انا مش قصدي. طب ما عندكش فكره هو راجع امتى؟ ما عنديش فكره الحقيقه. طب هو مفيش اخبار جديده عن القضيه؟ القضيه اتقفلت يا علي. انت ليه مش عاوز تصدق؟ بعد اذنك. هو انت كل ما هتقشر عقله هتديهاني؟ والله ما واخداها غير لما تقشر واحده لنفسك الاول. ورحمه ابويا حلاوه العقله دي زي ما بتجري في بقك بتجري في بقي بالظبط. انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ انا عندي منه بالكيلو يا ورد، بس انت ما بتدينيش فرصه. شوف الراجل الطماع، هديلك صباعي تاكل دراعي ولا ايه؟ مين اللي راح قال لامك تظبط لها الاجازه بتاعتها على الاجازه بتاعتك؟ مش انا؟ يا لهوي لو عرفت وعرفت ان احنا مظبطينها مع بعض وقاعدين سوا دلوقتي، مش بعيد تحرمني من الاجازات لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا ورد. انت بتخاف عليا قوي يا امين مش كده؟ بخاف عليكي من الهوا. هتصدقني لو قلت لك ان انا كمان بخاف عليك؟ مرحبا يا ورد، الله يبارك لك. انا مش حامل الفرحه اللي انت مفرحه لي بقالك يومين. ما بقيتيش تاكلي غير لما باكل معاكي وبتخرجي معايا، وامبارح اديتيني ورده ودلوقتي خايفه عليا. انا حاسس ان هيحصل لي حاجه من الفرحه. بعد الشر عليك. الحقيني يما. وايه اللي جاب سيره امك دلوقتي؟ انت بتقولي سكر وقصب السكر. والله العظيم الكلام بينزل من بقك معصر اكتر من كل الاثر اللي موجود في اسوان. وانت تستاهل اكتر مني يا امين. انا عمري في حياتي ما حد عمل اللي انت بتعمله معايا ده. لما ما بتنزلش عينك من عليا دي اكتر حاجه بتحسسني بالامان، ووقفتك قصاد الست سكينه عشان خاطري، وان انت تفضل مصمم انك تفهمها ان العيل اللي في بطني ده ابنك. كل ده بيخليني احس ان انت اعظم راجل في الدنيا. بجد يا ورد؟ بجد. بس زي ما قلت لك يا امين انا بخاف عليك ومش عايزاك تتاذي بسببي، ولا عايزه امك تزعل منك بسببي برضه. تعرف انا يعني لما فكرت في الموضوع قلت انها عندها حق. انا لو ما حلتيش غير عيل واحد بس هتمنى له احسن حد في الدنيا، مش هتمنى له واحده زي غلبانه ومقطوعه وهبله وضحك عليها كلب ولا يسوى. انت تستاهل ست ست يا امين. بس مش كده نفسك يا ولد، ثم احنا كمان غلابه ومقطوعين من شجره. ممكن على موضوع الكلب انا ليك عليا ان انا اقول لامي انا الكلب. انا حاسس ان انا اسعد واحد في الدنيا كلها دلوقتي. وانت تستاهل ان انت تفضل عايش سعيد طول عمرك يا امين. انت قدسي بخلق الله. بس انا عايز افضل سعيد طول عمري وانا جنبك. وانا جنبك اهو. لا يا اسطى، عايز افضل جنبك طول عمري. ما هو انا قلت لك يعني ادينا بس شويه وقت كده ولازم نفكر ونعقلها. هنفكر فيه بس يا رب ووقت ليه تاني. انا خايف الموضوع يبان كمان. ما هو احنا مش هناخد وقت طويل. انا مستعد اتجوزك دلوقتي. طب عشان خاطر ربنا سيبتي شويه وقت. كل ما عقشت واحدة. برضه مش بخاطر انا الريس الضيق. طب وانا وتعمل ايه؟ وانا بعد اللي حكيته لك ده كله وتقول لي ناوي تعمل ايه؟ انا جاي لك عشان تساعدني. انا خلاص غلب حماري. انا مش قادر اسامح في حق اختي حتى لو كانت غلطانه. انا متاكد ان هم ليهم يد في اللي حصل لها. بحب واحده ابعد ما تكون عن خيالي. بتعذب وانا بشوفها قدامي كل يوم، وبتعذب عشان عارف ان هي حاسه من ناحيتي زي ما انا حاسس ويمكن اكتر. بشوف في عينيها ان هي مستعده تعمل اي حاجه علشاني، بس انا بهرب منها. بهرب علشان خايف عليها، بهرب منها علشان بحبها. أنا تعبان يا الريس الضيق، أنا تعبان قوي. أنا فاهمك يا علي، مقدر، ويمكن أنا لو في مكانك ما كنتش هعرف أتصرف، بس على الأقل كنت هطبش وعافر بكل طاقتي عشان ما أموتش. خلاص، لا بقى فيها طاقة ولا بقى فيها حيل. خلاص امشي يا علي. ده اللي انا كنت جاي اقوله لك النهارده. انا همشي. تمشي يا علي؟ مبقاش عندي اختيار تاني يا نازلي. مبقاش ينفع اقعد هنا خلاص. انت شايف كده؟ نازلي احنا مش في فيلم سيما، ولا انا الشطر حسن، ولا انت ست الحسن والجمال اللي هاجيلها بالحصان الابيض واخدها واطير بيها. عمري ما هعرف اطلع لك البرج العالي اللي انت عايشه فيه مع اهلك، ولا عمري هنسى اللي حصل لاختي. عارفه يا نازلي، لو كنا اتقابلنا في ظروف تانية والله العظيم ما كنت هسيبك. ما تمشيش يا علي عشان خاطري، ما تسيبونيش. انا فكرت امشي من غير ما اشوفك علشان عارف ان ده هيحصل، بس برضه ما قدرتش امشي من غير ما اودعك. ما تمشيش يا علي، ما تسيبنيش. نازلي عشان خاطري ما تصعبيهاش عليا. بحبك يا علي. وانا كمان بحبك يا نازلي. مراد، قبل ما اكتب لك اي حاجه انا بعتذر لك على اللي بقوله لك ده، عشان انا عارفه قد ايه الكلام ده هيفاجئك ويزعلك، بس انت من حقك عليا ان صارحك بحقيقه كل اللي انا حاساه، عشان لو ما عملتش كده هبقى بكدب عليك وبخدعك، وانت ما تستحقش مني كده ابدا، عشان أنا عارفة ومتأكدة قد إيه أنت بتحبني، وأنا كمان بحبك يا مراد وبقدر حبك ليا، بس اللي بقيت متأكدة منه إنه حبي ليك هيفضل حبي لابن عمي اللي كنت بلعب معاه وأنا صغيرة، أو حب البنت المراهقة بتاع زمان، بس مش عارفة أخليه نوع الحب اللي لازم أبقى بحبه الراجل هتجوزه وأكمل معاه باقي حياتي. صدقني حاولت، بس ما هو إحساس زي ده عمره ما بيجي بالمحاولة ولا بقرار. ده حب يا مراد، يعني يا نحسه يا ما نحسوش، وعمره ما كان بإيدينا. ويمكن أكون أنا اللي خسرانة عشان ما عرفتش أحبك نفس الحب اللي بتحبهولي، عشان أنا متأكدة إن اللي تلاقي راجل يحبها زي ما أنت بتحبني تبقى بنت محظوظة جدا. بس والله غصب عني يا مراد، مش عارفة ومش قادرة. ويمكن أكون جبانة عشان عمري ما قدرت أقولك الكلام ده وأنا معاك واخترت أقولهولك في جواب، وعشان ما اتكلمتش في اللي أنا حاساه ده مع ماما ولا أمال ولا أي حد، لأني عارفة إنهم كلهم هيناقشوني بالعقل والمنطق، واللي أنا بعمله ده بعيد كل البعد عن العقل والمنطق. وده اللي خلاني هربت، عشان أنا مش حمل أي مواجهة، بس أنا كمان مش حمل إني أكتب في مشاعري لا عليك ولا على نفسي. أنا هبعد عشان أديك مجال تنساني، وعشان ما أخسرش نفسي ولا نندم بعد فوات الأوان. سامحني مرة تانية يا مراد، وأتمنى لك من قلبي كل السعادة، زي ما أنا عارفة بالظبط إن أهم حاجة عندك إن أنا أبقى سعيدة. قرار إنك تمشي وتبقى بعيد عني خلاني أنا كمان أقرر إني لازم أواجه نفسي. مش هقدر أكتب على روحي، مش عايزة أعيش ولا يوم من غيرك. بس ده جنان. الجنان اللي انا بارادتي اختار ان انا اعيش بقيت عمري بعيزه. بس ده كتير عليا اصلا. لا مش كتير عليك، انا وانت مش عايزين من الدنيا دي كلها غير بعض، واي حاجه كانت هتبعدنا عن بعض ادينا احنا اللي بعدنا عنها. وهنبتدي حياه جديده على ارض جديده كاننا موجودين النهارده. بطلت تبص لي كده، الناس بتتفرج عليك. هي فين الناس دي؟ انا مش شايف حد غيرك. القطر فضل قد ايه ويتحرك؟ علي مين؟ ايه اللي جابك هنا؟ لفظي يا نمر، الصخ شريف شغالك على الاوتيل، ولما قلت له ان انت مسافر قال لك هحصلك على المحطه واقول لك ما تسافرش. في جد جديد في قضيه ضحى. جد جديد يعني ايه؟ لا ما اعرفش، هو قال له قول لك كده وقول لك ان شغلك كانت في محلها، ما تسافرش، القضايا هتتفتح تاني من اول وجديد. يلا يا علي، يلا القطر هيفوتنا. انت مش سامعه بيقول ايه؟ التحقيق هيتفتح تاني، وبيقولوا ان شكوكي كانت في محلها، يعني انا اختي اتقتلت. التحقيق هياخد مجراه بوجودك او من غيرك، ولو ضحى فعلا اتقتلت يبقى القاتل هياخد جزاء. هو انت عايزه كل ده يحصل وما بقاش موجود؟ وجودك مش هيفرق دلوقتي يا علي. هو انا مش هفرط في دم اختي، مش هقدر. طيب حطي نفسك مكاني. انت اللي حط نفسك مكاني انا. انت عارف انا عملت ايه؟ انت عارف الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ايه بالنسبه لي؟ انا هربت يا علي، انا هربت عشان ابقى معاك، انا هربت عشان عشان نروح نعيش حياتنا وانا مش عارفه هتوديني على فين. انا سبت اجاوب لمراد بقول ان انا مش بحبه وان انا عمري ما هرجع له تاني. يلا يا علي يلا يا علي القطر هيفوتنا. مش هقدر هنا اصلا. توريني بقى اسمة حفزي ازاي هتوقف قرار وزاري. بصراحة يا فندم طريقة تعاملك مع القضية دي بالذات مخلياني حاسس كأن ضحى دي تخصك بشكل شخصي هي وأخوها. الموضوع مش في ضحى وأخوها، الموضوع في تعامل إسمت ومراد وإحساسهم بإن هم فوق العدل والقانون، وإن اللي ماتت دي مجرد خدامة ما تستاهلش. صباح الخير. صباح النور. كويس إن أمين ليه حق. اقعد يا علي. خير يا فندم. خير. دلوقتي بقى عندنا أدلة إن ضحى اتقتلت. الفترة اللي فاتت أنا بذلت المستحيل عشان أقدر أفتح ملف القضية تاني. وحتى بعد ما فتحته ورجعت من القاهرة على هنا تعمدت أشتغل بسرية تامة عشان إسمت ومراد ما يحسوش بأي حاجة. يعني حضرتك عرفت مين اللي قتلها؟ للأسف لسه، بس هعرف لأني طلبت إذن الترشيح الجثة. طبعًا بعد ما عائلة حفزي بذلت مجهود كبير جدًا عشان تعجل بتصريح الدفن. تشريح يعني ايه؟ يعني حضرتك عايز تنبش في جدتها بعد ما درعت التراب؟ للأسف ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان نقدر نكمل القضية. وبعدين يا أخي أنت مش طول الوقت بتقولي إن أنا حاسس بالظلم وإن الفقراء محدش بيجري ورا حقهم؟ طلب التشريح ده هو الحل الوحيد عشان يثبت لك حقك يعني. إيه أمال ليه حضرتك وسعادة اليوزباشي قلتوا لي إن القضية اتقفلت خلاص ومش هتتفتح تاني؟ عشان ده كان احتمال وارد بشكل كبير، وكمان عشان كنت عايز احيدك، وطول الوقت كنت بحاول اقنعك ان انا مسافر لسببين. الاول رأفة بحالك بعد اللي حصل، والتاني عشان ما كنتش عايز يبدر منك اي تصرف يبوظ كل اللي احنا عملناه. ممكن ميه؟ اه طبعا. تقرير التشريح أثبت إن ضحى ماتت بسبب نزيف نتيجة ضربها بقلع حد على دماغها، مش عشان اتخنقت زي ما قالوا. عارفة كنت لسه بفكر في ايه؟ إن احنا لازم نتجوز بسرعة وبسرعة قوي كمان. كنت فين من الصبح؟ دي تالت مرة أجيلك فيها وما ألاقكش. معلش كنت في مشوار مهم. مشوار إيه بقى إن شاء الله؟ ما أنا لما سألت الريس الضيق قال لي إنك في مشوار. إيه ده؟ سألت عليا الريس الضيق؟ عنت لك ده عشان عرفت إنك ما فطرتش. لا بس أنا كنت لوحدي حظر. مش معنى ان مفيش نزله كتير في الاوتيل ان انت وفؤاد ما تخدموش على الفطار. انا خصمت لكل واحد فيكم نص يوم. الحمد لله. فضل ونعمه. عارفه انت عامله زي ايه؟ اللي بترفع جلابيتها عشان تستر بيها شعرها. يا علي. لا يا ريس الضيق بحبها، دي اكتر واحده انا حبيتها في حياتي. ولو بتحبها بجد ما كنتش عملت اللي انت عملته ده. هو انت كمان هتستهون باللي انا عرفته واللي خلاني ارجع لحد هنا تاني؟ الطار وفكره الانتقام غلبه عندك فكره الحب والتفكير في بكره والتضحيه اللي عملتها عشانك نازلي. يعني انت كنت عايزني اعمل ايه؟ اسيب دم اختي يروح حضر؟ بص يا علي، هي اختيارات وانت اخترت وعليك تتحمل مسؤولية اختيارك زي ما هي كمان بتتحمل مسؤولية اختيارها. وربنا يصبرها بقى على اللي انت عملته فيها. نازلي يا هانم، مسموح لأي حد يبقى هنا غيري. أنا طبعاً مقدر اللي حصل. امشي. مش عايزة أشوفك حواليا تاني. ده أمر. تحت أمرك. أقر واعترف والتزم شرعاً وقانوناً بأن أمين فتحي المناويشي ابني الشرعي الرحيم. في ايه يا بنت مالك؟ بتعملي تحت السرير يا ورد؟ ولا حاجه، فردة الحلقه وقعت كنت بجيبها. يا شيخه وقعتي قلبي. مالكش تقولي عيب كذا يا شيخه ونخلص منك. لمي الشاي اللي على الارض ده امسحيه. يلا. قبل ما اكتب لك اي حاجه انا بعتذر لك على اللي بقوله لك ده، عشان انا عارفه قد ايه الكلام ده هيفاجئك ويزعلك، بس انت من حقك عليا ان صارحك بحقيقه كل اللي انا حاساه، عشان لو ما عملتش كده هبقى بكدب عليك وبخدعك، وانت ما تستحقش مني كده ابدا، عشان انا عارفه ومتاكده قد ايه انت بتحبني، وانا كمان بحبك يا مراد وبقدر حبك ليا. صدقني حاولت، بس ما هو إحساس زي ده عمره ما بيجي بالمحاولة ولا القرار. لسه طالع من تحت. فاكرة دي؟ فاكرة؟ زمان واحنا صغيرين لما كنت بتلعبي بالعرايس بتاعتك على النيل، وانا كنت بلعب مع اصحابي جنبك، وكانت دايما عيني مش بتنزل من عليكي. العروسة بتاعتك اللي كنت بتحبيها أكتر حاجة في الدنيا وقعت منك في المية، وقعدت تعيطي وتصرخي جامد. من غير ما أفكر لقيت نفسي بنط في المية علشان أجيبها لك بهدومي. وما خدتش بالي إن أنا اتعورت ووشي كان كله دم. كان كل همي إنك ما تعيطيش تبقي مبسوطة، فاكرة؟ واديتها لك وفضلت تمشي فيها، وأنا كنت واقف جنبك وهدومي كلها مبلولة وبردان وحاسس برعش في جسمي كله ووشي كله دم، فاكرة؟ نفس الرعشة اللي حسيتها يومها هي اللي كنت حاسسها النهاردة وأنا بقرا الجواب بتاعك، ولو ما كنتيش رجعت ليا برضه كنت هموت. أنا آسفة يا مراد. مش عايزك تعتذري ولا عايزك تقولي لي أنت ليه عملتي فيا كده. كل اللي عايزه منك إنك توعديني ما تعمليش فيا كده تاني. شفتي بقى أنا بحبك قد إيه؟ أنا لو كنت قد إن أنا أمشي ما كنتش رجعت. أنا رجعت عشان عارفة إن أنت أكتر واحد في الدنيا بتحبني وبتخاف عليا. لأ، أنت رجعتي علشان أنت كمان بتحبيني وخايفة عليا من اللي ممكن يجرالي لو بعدت عني، صح؟ صح يا نازلي؟ صح يا مراد، صح. هنعمل فرحنا امتى؟ وقت اللي تحبيه. تصبحي على خير. قرار صح جدا يا حبيبتي، مفيش أي داعي للتأجيل أكتر من كده. الفرح ده لازم يكون فرح مصر كلها تتكلم عنه. نكسر بقى النحس اللي محوطنا، نرجع بريق الجراند أوتيل ورونقه، مش كده ولا إيه؟ صح يا ماما، أهم حاجة الجراند أوتيل. الوقت ضيق جدا، عندنا حاجات كتير جدا لازم نوضبها. وبعدين ايه ده؟ الصخ شريف ده مش هيجيبها البر. شكلي كده انا لازم انقله من اسوان. أنا هروح أطير. حسين، حسين، يا حسين، الصخ شريف تحت. جريمة إيه؟ وقال حد إيه؟ أنا مش قادرة أفهم. ده بما إن أسوان مدينة هادية ونسبة الجريمة فيها نسبة قليلة جدا، واضح إن حضرتك عندك وقت فراغ كتير، فعايز تتسلى، فجاي تتسلى علينا. لا يا هنا، أنا عندي حاجات تانية أهم بكتير بتسليني أكتر من مجرد زيارتي ليكوا، إلا أنا واثق إن هي مش مرغوب فيها. أنا معايا تصريح بالتحقيق وتقرير طب شرعي ومعمل جنائي، وكلهم بيثبتوا إن ضحى اتخبطت على دماغها، مش مجرد إنها وقعت واتخنقت. ما أعتقدش إن هي ضربت نفسها المرة دي كمان. أنا مش هسمح لك تسوق سمعة الأوتيل أكتر من كده، حتى لو وصلتها لأعلى المستويات. أنا فعلا وصلت الأمر لأعلى المستويات، وقدرت أفتح ملف القضية من تاني. ولحد ما حضرتك تمنعيني إن أنا أشوف شغلي، ده لو عرفت المرة دي أنا هشوف شغلي ومن اللحظة دي. يا شريف بيه، مفيش أي تعمد في إن إحنا نمنعك تشوف شغلك. بالعكس، إحنا مصلحتنا واحدة، إن إحنا نوصل للحقيقة ونقفل الملف ده للأبد. وعشان أثبت لك ده، أنا تحت أمر حضرتك في أي حاجة أنت محتاجها. متشكر يا مراد بيه، بس أنا مستغني عن خدماتكم، لأن للأسف كلكم مشتبه فيكم. مشتبه فينا؟ أنت عارف بتقول إيه؟ أنا عارف كويس أوي أنا بقول إيه، لأن ده شغلي. كل اللي كان موجود في الأوتيل ليلة الجريمة مشتبه فيه، وأنا قاصد أقول جريمة مش حادثة، لأنها جريمة يا هنا. كل اللي كانوا في الأوتيل يعني إيه؟ يعني كل اللي كان في الأوتيل يا مربي، أصحاب الأوتيل والموظفين والنزلة وكل الناس اللي أنت دعيتهم لحفلة عيد ميلادك. يعني أنت كمان عاوز تحقق مع النزلة والضيوف بتوع الأوتيل؟ وهعين كل شبر في الأوتيل، وهرفع البصمات، ومش كده وبس، هفتح التحقيق تاني مع كل الناس اللي أنا حققت معاهم. مش بقول لك جريمة قتل؟ ها أنت أكيد بتهزر. الكلام ده مش هيحصل أبدا. طبعا مش هيحصل. هيحصل يا هنا، وبشكل رسمي. حضرتك مش محتاج تعمل كل ده. لا طبعا محتاج أعمل كل ده، لأن لازم أعرف مين اللي قتل ضحى. أنا اللي قتلت ضحى.